ولدك يجي في مدينة لونجوي بيتش بولاية كاليفورنيا في 7 يناير 1964، وهو من أصول إيطالية وبولندية وألمانية. أحب التمثيل منذ نعومة أظافره، وكانت قرابته من المخرج العالمي فرانسيس فورد كابولو جواز سفره لعالم السينما، حيث كان فرانسيس فورد كابولو مخرج الثلاثية الشهير العراب، وهو عم نيكولاس كيدج، وقد أعطاه بعض الأدوار الصغيرة. ولكن لاحظ كيدج أن الغالبية من السينمائيين كانوا يجاملون لقرابته من فرانسيس كابولو، فقرر تغيير اسمه، وبالفعل اختار أسماء عديدة منها نيكولاس بلو نسبة للون الأزرق المفضل لديه، ثم صار نيكولاس فوست ثم نيكولاس مسكولزون نسبة إلى جده لأمه وتعني الولد الشقي بالإيطالية، وأخيرا اختار نيكولاس كيدج نسبة إلى شخصية لوك كيك بطل أحد قصص الكوميك التي أحبها جدا. حاز كيدج على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن عمل مغادرة لاس فيجاس 1996، وجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل فيلم دراما عن مغادرة لاس فيجاس 1996، جائزة MTV لأفضل ثنائي على الشاشة عن عمل الصخرة سنة 1997.